مع مجهودهم في علاج مرضى كورونا ورعايتهم كثير دكاترة حول العالم تجاوزوا الواجب المهني واختاروا أنه مو بس يعالجوا المرضى جسديا بل يعالجوا نفسيتهم وأرواحهم كمان. ومقاطع متداولة بشكل كبير على منصات التواصل رصدت مثال على هذا الشيء في العراق لممرض قالوا أنه في أحدى مستشفيات البصرة بيعالج المرضى وبيخفف عنهم بطريقته. سلامات ردك سلامات إلو منين الله جابك قلي يا حلو منين الله جابك خزن جرح قلبي من عذاب يطيب مني الجنة يا خيمة من طيب ووفا جمعتنا بالحب كلنا تعلمنا الصبر منك يا يما الهوى انت الهوى ومحتاجة شمة يا أغلى وأعز مخلوق عندي يا ماي عيوني أمي سلامة وخير أمي يا ماي عيوني أمي سلامة وخير أمي وجه يمطر مهنا قمر ونجوم جنة تعرف تحمل هموم تعرف تحمل كورونا بس لا 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 ما تعرف المنة يا أمي يا يا أمي يا أمي يا أمي الويفة سلام وعافية إن شاء الله أمي أنت العافية يا ربي.